فيه تكفيه الهموم وتكفيه شر الشيطان والمرض وغير ذلك. أنا اليوم سأتوقف مع الآية الأخيرة من سورة البقرة، وهي آية عظيمة جدا، ينبغي على كل واحد منا أن يحفظها حقيقة ويقرأها في صلاته، لأنها آية فيها عدد من الأدعية الرائعة جدا والمستجابة بإذن الله إذا تمت قراءتها والدعاء بها بإخلاص. الإخلاص هو أهم شروط الإجابة أيها الأحبة. رقم واحد الإخلاص، ورقم اثنان أن يكون مأكلك ومطعمك حلال، ورقم ثلاثة أن تطبق ما جاء في القرآن، لا أن تدعو الله أن يصرف عنك الكذب وأنت تكذب مثلا، أو يصرف عنك الشر وأنت تؤذي الناس، لا، يجب أن تطبق تعاليم القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه الآية قبل الأخيرة ولكن سأبدأ بها. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذه روعة الإسلام أيها الأحبة. انظروا إلى الأديان، ما يسمى بالأديان طبعا لأن الدين عند الله الإسلام، ولكن أنا عندما أقول أديان أو دين مسيحي أو دين يهودي أو دين بوذي، هذه مصطلحات بشرية نستخدمها لا بأس بها يعني، إنما نحن كمسلمين نعتقد أن هناك دين واحد هو الإسلام، ما عداه باطل. فهذه الأديان أيها الأحبة، كل دين يؤمن بما لديه ولا يؤمن ببقية بما عند الآخرين. ميزة القرآن أنه يأمرك أن تؤمن بكل الرسل ولا تفرق، ولا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا ينبغي أن نقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الإسلام هو نبي جيد ونحترمه ونقدره، أما نبي المسيحيين لا نحترمه مثلا، يعني لا نفرق. كل الأنبياء لهم احترام لهم تقدير بنفس المستوى، كلهم جاءوا بتعاليم، ولكن الله يفضل بعض النبيين على بعض، يفضل بعض الكتب على بعض، يفضل بعض الأيام على بعض، يفضل بعض الليالي على بعض، مثل ليلة القدر. إذن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآن هذه الآية أيها الأحبة، احفظوا معي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية فيها كل الأحكام الشرعية على فكرة، كل إنسان يعلم ما هي حدوده وما هي طاقاته، ف تتق الله حسب استطاعتك، لا تقول ماذا يسمح لي الشرع وماذا لا يسمح، لا، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بقدر ما تطيق نفسك أعمل. لها ما كسبت، يعني أنا إذا عملت عمل جيد هذا العمل لي ثوابه لي، وعليها ما اكتسبت، وزر و سيئات هذا العمل تكون علي أنا أيضا. إذن أنا المعني بهذه الآية، عندما أكفر بالله أضر نفسي، عندما أصلي لله عز وجل وأذكر الله أنا أنفع نفسي حقيقة، والله غني عن عباده، ليس بحاجة لعبادتي ولا عبادة العالمين، وليس بحاجة لأحد سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني يعني أنا لدي هنا غرفة مثلا 7 متر ب6 متر مثلا، يعني ضمن هذه الغرفة أعمل، أستطيع أن أعمل وأتحرك، الله أعطاني إمكانيات محددة أتحرك ضمن هذه الإمكانيات، يعني مثلا أنا لدي مثلا 100 أتبرع ب 5 أو 10 أو 30 أو 50 بالنصف، يعني سيدنا أبا بكر رضي الله عنه تبرع بكل ماله في سبيل الله، فأنت المجال مفتوح أمامك، تستطيع أن تتبرع بما يتناسب مع هذا المبلغ. واحد آخر لديه مثلا 1,000,000، يمكن أن يتبرع ب100,000،
ولكن الذي لديه 10 لا يستطيع أن يتبرع أكثر من المبلغ الذي بين يديه إذا أراد أن ينفقه كله في سبيل الله. فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل شخص يعلم يعني حدوده ويعلم إمكانياته، يعني كأنك تقول لا يكلف الله نفسا إلا حسب إمكانيات هذه النفس. كل واحد يعلم إمكانياته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، هنا تبدأ سلسلة من الأدعية أحببت أن يعني ندعو بها كل يوم. وهذه الآية إذا قرأت في البيت، كما نعلم سورة البقرة البيت الذي تقرأ فيه يهرب منه الشيطان، فعلى الأقل إذا لم تكن قادرا على قراءة السورة اقرأ آية منها على الأقل، وهي من أعظم الآيات، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وهذه الآية الأخيرة لأنها مليئة بالأدعية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء لله عز وجل، إنه يا رب لا تؤاخذني أنا قد أخطئ، قد أنسى، الإنسان ينسى. سيدنا آدم قال الله عنه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان ينسى أحيانا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني يا رب كأنك تقول إذا قدرت علي مرض فاجعل هذا المرض ضمن حدود طاقتي، ضمن حدود تحملي. إذا ابتليتني بفقر أو بنقص أو بظلم معين أو بهم معين اجعل هذا الهم ضمن حدود التي أستطيع أن أتحملها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا شيئا لا نطيقه يا رب. يعني أنا كأنك تقول يا رب أنا إنسان ضعيف. طبعا هذه الآية مهمة جدا، لماذا أيها الأحبة؟ لأن فيها اعتراف بضعفك أمام الله، فيها خضوع وخشوع لله عز وجل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ عفو واعف عنا واغفر لنا ومغفرة وارحمنا رحمة، العفو والمغفرة والرحمة. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني يا رب لا تجعل لهؤلاء الكافرين سبيلا على عبادك المؤمنين. هذه الآية أيها الأحبة والله فيها دعاء جامع مانع يطمئن القلب به، يبعد عنك الشيطان، يبعد عنك وساوس الشيطان، وبنفس الوقت كل حرف تقرأه فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وإذا تأملت هذه الآية جيدا وتدبرت هذه الآية جيدا وخشع قلبك أمام كلام هذه الآية سوف تأخذ من الأجر إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك أيها الأحبة احفظوا هذه الآية رجاء، آخر آية في سورة البقرة، واقرؤوها على الأقل كل يوم مرة، على الأقل مرة آخر الليل هكذا، على الأقل لحماية بيتك من شر الشيطان، من شر الهموم والمشاكل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.